سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عند وفاهم. اليوم ان شاء الله نهار جديد، باغا نشارك معكم الروتين ديالي. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. كما كتشوفوا معايا البنات، اليوم الشميشه الجو غزال، واخا شويه ديال الريح ولكن ماشي مشكل، الحراره بدا كيسخن. المهم كنطلب من سيدي ربي ان شاء الله يزول علينا هاد الوباء، راه ما نكذبش عليكم، جلسنا في الدار عينا والله الا عينا، وقنتنا وليداتنا قنتو. كنتمنى ان شاء الله يفوت علينا هادشي كامل، يفوت ويدوز بخير وعلى خير ونرجعوا الحياه ديالنا الطبيعيه، وكنتمنى الشفاء العاجل للناس كاملين اللي مراض، والله يرحم هادوك مساكن اللي مات، والله يرحمهم ويوسع عليهم في هاد النهار. وتابعوني يا البنات في هذا الفيديو ان شاء الله، بغى نشارك معكم لازانيا وبغى نكمل معكم نهاري ان شاء الله ينال اعجابكم، وبقوا معايا. كيما البنات هنا باغا نشارك معكم معطر ديال الجو، معطر غزال البنات، كيخلي لكم ريحه هائله في الدار. المهم كنديروا شويه ديال الماء الحامض ولا الليمون اللي عندكم توفر في الدار، شويه القرفه غبره وقرفه عواد، ومن بعد كنزيدوا شويه ديال القرنفل حتى هو الريحه ديالو كتكون هائله، وكنخليهم كيغلاو مزيان. ومن بعد من طبيعه الحال غادا ندورو على الدار كامله، غادا ندخلو حتى البيوتة، كيطلق هذيك الريحه ما نكذبش عليكم زوينه، ومعطر طبيعي ما يضركم ما والو، يعني ناتورال. وكنتمناكم تجربوا الطريقه وتخليو ليا في التعاليق واش حتى نتوما كديروها، حيت انا كنديرها نهار نهار لا ضروري كنطلقو، كتعجبني الريحه ديالو حتى وليداتي مولفينه. المهم بقاو معايا، غدا نشارك معكم لازانيا، بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. المهم هنا البنات نحضر معكم لازانيا، غادي ندير اللحم مفروم، بصله، الجزر، شويه القزبر مدنوس، كنور، مليحه، وليقامه، البزار، وسكنجبير، المهم كندير شويه الزيت وكنشحرهم مزيان مزيان.
وغادي ندوزو نحضروا البيشاميل. البيشاميل غادي نديرو معلقه كبيره ديال الزبده وغادي نخليوها تذوب شي شويه. غنديرو جوج معالق ديال الفارينة، شوية الملحة، وغادي نحركو مزيان. البنات غادي نبداو نضيفو بشوية بشوية الحليب، يكون الحليب دافي، ونبقاو نخلطو على الشكل هذا حتى كنحصلو على البيشاميل. البنات ملي كتشحر لي هذاك البصله مع الجزر واللحم المفروم، ملي كيتشحروا مزيان كنضيف عليهم لاصوص طوماط وكنسد عليهم ونخليهم حتى يطيبوا على الشكل هذا.
المهم البنات غدا ندوز ناخذ القهوه ديالي. كنتمنى هاد الفيديو يكون نال اعجابكم ونشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش ابونا فلاشان وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش لي لايك. يلا بسلام عليكم.